تطبيقا لتعليمات المديرية العامة للجزائرية للمياه فيما يخص محاربة الإيصالات غير الشرعية، وكذلك تصدي لظاهرة سرقة المياه، تقوم في هذه الأيام وحدة باتنا الجزائرية للمياه بعملية واسعة عبر كافة مراكز التوزيع التابعة لها، وهذا باستعمال أجهزة البحث على هذه الإيصالات، وهو ما يعرف بالجيورادار، حيث بدأنا العملية منذ 4 أيام على مستوى كل من بلدية رأس العيون، بلدية ولادة سي سليمان، وبلدية سريانة. حصيلة عندنا حصيلة بدائية يعني في هذا تخص هذا الموضوع، مثلا في ولادة سي سليمان، وهذا بدينا بمشتة الحسانة، هذا بتوصيات من السيد ولي ولاية باتنا، حيث قمنا بعملية مسح لهذه المنطقة، وقد تم توصل إلى 8 إيصالات غير شرعية وسبع إيصالات غير شرعية على مستوى تحويل تيب كارت، يعني 15 إيصال غير شرعي، هذه غير في منطقة يعني محدودة جغرافيا. كما تم التوصل ببلدية رأس العيون إلى إيصالين غير شرعيين، هذه الإيصالين هذه قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية في الحين، والمتسبب في هذا العمل يعني فات يعني على مستوى القضاء، وتم الحكم عليه بسجن نافذ 18 شهر وبغرامة مالية تقدر ب 50 مليون سنتيم. العملية متواصلة. للتذكير أيضا بلدية سريانة على مستوى مشتة الباساج تم التوصل في مسح أولي إلى 10 إيصالات غير شرعية، اللي تم قطع تاعهم يعني في عين المكان. هذه العملية كاملة راهي كي نقوم بها يعني بتعطير من المصالح الأمنية بما فيهم الدرك الوطني، ونشكرهم كثير على المساهمة هذه. اليوم رانا متواجدين في احد الاحياء تاع مدينه باتنا، ومن اجل تطبيق تعليمات خاصه بالحمله الوطنيه لمكافحه الايصالات غير الشرعيه. اليوم ان شاء الله ندخلوا بالاله هذه من اجل تحديد اماكن الخاصه بالايصالات غير الشرعيه للمواطنين الذين لم يسددوا ديونهم تجاه المؤسسة متراكمة. فعليه اليوم احنا متواجدين هنايا من اجل استعمال الآلة الجيورادار لتحديد الأماكن واتخاذ الإجراءات اللازمة المأمور بها طبقا للقانون الداخلي للمؤسسة. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في إطار الحملة الوطنية لمكافحة الإيصالات الغير الشرعية، هذا جهاز جي بي ار معروف بمالا جراوند بينيتريتن رادار، جهاز اختراق الاراضي والأتربة، يعمل بطريقة الارسال والاسترجاع، ارسال ذبذبات كهرومغناطيسية للقنوات مع رسم ديكورب، ويعاود يردهم لينيتي ليكرون، وتبقى ترجمة البيانات على مستوى الوحدة. وعلى هذا كل هذا حفاظا على المورد المائي، اولا على المورد المائي اللي يعتبر يعني احنا الزبائن تاعنا هذا الماء تاعهم، هو في اطار دائما الحفاظ على استمرار الخدمة العمومية وتحسينها، لانه هذه ظاهرة سرقة المياه تأثر سلبا في حسن تمويل المواطنين خاصة المتواجدين في نهاية الشبكة.